بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. فقالوا قلوبنا في فاعمل إننا عاملون. قل الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.
قال
الحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أقدامنا ليكونا من الأسفلين من غفور رحيم.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن إن الذين يلحدون
وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركاء وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي حتى يتبين لهم
شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء